السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور محمد شريف معاكم، وهنعمل الحلقة الأولى من حل أسئلة شابتر 2 الهرمونز لتالتة ثانوي. أسئلة من الواجب نبص عليها مع بعض كده ونبدأ نحلها سوا. السؤال الأول سكند دايجرام، هنا هو جايب لحضرتك صورة واحد كبير، والواحد الكبير دوت بيسألك يقول لحضرتك أولا واضح طبعا إن إيده كبيرة ووشه كمان عريض وطويل، يبقى ده عنده مشكلة أكيد في الجراس هرمون. لو أنت ترجمت إن هو عنده مشكلة في الجراس هرمون هتفتح الكتاب وتدور على الجراس هرمون وتبدأ تحل عادي خالص. أول حاجة الأبنورماليتي ديت بتحصل في انهي جلاند؟ طبعا الجراس هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند اللي هي موجوده بينس ذا برين تحت المخ. السبب الاساسي للنمو الموضوع دوت ان الجراس هرمون زاد هي هايبر سكريشن اوف جراس هرمون. الاسم الحاله ديت طبعا اكروميجالي، هي فكره انك تبص على الصوره تعرف ان مشكله في العظم يبقى جراس هرمون. باقي الاسئله هتجيبها من الكتاب سهله ما فيهاش مشكله. 34 جايب لحضرتك صوره واحد هنا هو بيجري وكاتب لك ان هو هي دازنت درينك انف ووتر، يعني ما بيشربش ميه كفايه، يعني في مشكله في الميه. ترجم بدل ما في مشكله في الميه اللي بيسأل عن الميه هو الاي دي اتش، وكاتب لك بيتيوتري جلاند اهو عشان ياكد لك ان هو بيتيوتري جلاند هتطلع هرمون اي دي اتش هيروح للكدني ياخد الميه اللي فيها، يبقى اسم الهرمون اي دي اتش، هيمتص الماية اللي في اليورين هيرجعها في الدم. ده كلام سهل. الاسئله بقى التانية بيقول ايه؟ بيقول لك قول لي هرمون تاني بيأثر على اليورين. في هرمون تاني اليورين عباره عن ميه وملح، يبقى بدل ما اسال على الميه كانه بيسال على الملح بس بشكل غير مباشر. اللي بيتحكم في الاملاح الالدوستيرون اللي هو اسمه مينرالو كورتيكويد، كان بيظبط الاملاح، كان بياخد الصوديوم يرجعه في الدم ويرمي البوتاسيوم. طب عايز هرمون بيأثر على الكدني بس الاندايركت، يعني كلمة اندايركت يعني بشكل غير مباشر، يعني هو مش بيأثر على الكدني مباشرة. طب مين هو الهرمون اللي بيعمل كده؟ هو الهرمون اللي اسمه ACTH. طب ليه؟ بص الACTH دوت بينشط الادرينال كورتكس. افتح كده الكتاب على الادرينال كورتكس اللي هي الغدة رقم 4، هتلاقي الادرينال كورتكس بتتنشط تطلع هرمون اسمه مينرالو كورتيكويد اللي هو هرمون رقم 2 عندك في الجدول. مينرالو كورتيكويد دوت يروح للكدني يظبط الاملاح اللي فيه. يعني بص براحتك دوت الاي سي تي اتش دوت قلل الادرينال كورتكس طلعي حاجه تروح للكدني، يبقى هو اثر على الكدني بس بشكل ايه؟ بشكل غير مباشر. طيب هنا هو صوره برده طفل اهوت وخارج يعني بيتولد، يبقى الهرمون المسؤول عن الولاده كان الاوكسيتوسين، وكان بيطلع منين؟ من الفص الخلفي اللي هو البوستيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند. طب في تريك هنا، ان انا ما عنديش الفص الخلفي، عندي انتيريور ما تنفعش. طب البوستيريور لوب ده كان متصل بايه؟ كان متصل بخلايا في المخ اسمها هايبو ثالاموس. لو انت عايز تتاكد تعالى كده نرسم رسمه بسرعه. كان البرين بيبقى عامل كده اهوت، وفي خلايا هنا اهوت اسمها هايبو ثالاموس، وبعدين تحت هنا اهوت في البيتيوتري جلاند اهيت، هنمسح دي ونقول ان بص ده الفص الخلفي، ده الفص الخلفي هو اللي واصل للايه؟ للخلايا العصبيه اللي في البرين اللي اسمها هايبو ثالاموس. طبعا الفص الانتيريور ده ملوش دعوه، ده بيطلع جروس هرمون ملناش دعوه بيه. هنا رسمه برضو جايب لحضرتك ليفل، وجايب لك هنا النورمال وفوق زياده وتحت ديكريز، ونبدا نشوف. بيقول لحضرتك لو انت شربت لبن، طب معنى ان انا اشرب لبن ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان الحاجه الكالسيوم، لو احنا بنتكلم على كالسيوم فالكالسيوم هيزيد، المفروض ان شرب اللبن هيعبر عن زياده الكالسيوم اللي هي من نقطه اكس ديت لاي، يعني ولا اختيار من دول صح، المفروض من اكس لاي ان الكالسيوم بيعلى لان اللبن فيه كالسيوم. طيب يبقى السؤال دوت اختياراته مش صح. طب مين اللي بيظبط الكالسيوم؟ من ال بي، من ال بي اهو الكالسيوم بيقل. تفتح كتابك ودور مين اللي بيقلل الكالسيوم؟ هرمون اسمه كالسيتونين. طب الكالسيتونين ده بيطلع منين؟ من الثايرويد جلاند. طب من سيل دي، وبعد كده نشوف من سيل دي كالسيوم بي ايه بيزيد. مين اللي بيزود الكالسيوم؟ هرمون اسمه باراثورمون. افتح الكتاب هتلاقي طالع من البارا ثايرويد جلاند. طيب ايه الاعراض اللي هتبان ات بوينت سي؟ فكر معايا. بوينت سي ديت الكالسيوم هنا اهوت قليل في البلاد. الكالسيوم لما يكون قليل في البلاد مش هيوصل للمصل ولا هيوصل للنيرف، ولا المصل ولا النيرف، خلاص يبقى هيبقى عندي مشكله في المصل او النيرف. طيب تيومر فراجايل دي مشكله في العظم، هيومرس فراكشر ده كسر في الهيمرس عظمه، بينفول سبازم ده شد ده بيحصل في العضله، يبقى هي دي اللي صح. طيب رقم 5 الهرمون اللي بيشتغل ات بوينت ايه؟ احنا قلنا بوينت ايه هنا اهوت الكالسيوم عالي، عايزين ننزله اللي هينزله الكالسيتونين. اخر سؤال
ان انت لو شربت بيبسي، البيبسي دوت هيعمل ايه؟ هيقلل الكالسيوم، هيقلل الكالسيوم. فتشوف الكيرف القليل وتختاره، الكيرف القليل من A لبي. ليه؟ لان من B لدي، من B لدي فضل زي ما هي، ومن C لدي ده زاد. اللي بعدها هنا اهوت برضو جايب جراف وبيقول لك لو نسبة الكالسيوم الطبيعية 10، من 8 ل 10 دي النورمال. فبعدين بيقول لحضرتك بقى there is a possibility of rib fracture. يعني ايه rib fracture؟ يعني كسر في الضلع، الضلع يعني عظمة. يبقى عينك على الكالسيوم اللي في الرب، عشان العظمة، عشان الرب تتكسر لازم يكون فيها كالسيوم قليل عشان تبقى ضعيفة. اقل كالسيوم هنا هوت فين؟ رقم 60 اللي هو عند letter B. طب possibility of excessive spasm، يعني كلمة excessive spasm يعني شد متتالي. شد دوت بيحصل لو العضلة ما جالهاش كالسيوم، الكالسيوم اللي بيروح للعضلة ده أصلا كان موجود في الدم. يبقى عينك على الكالسيوم اللي في الدم واختار كالسيوم قليل. أقل كالسيوم هنا اللي هو 7 عند C. hyposecretion of parathormone، الباراثورمون ده يا جماعة بيزود الكالسيوم في الدم. طب لو حصل له hyposecretion يعني طلع بكمية قليلة، يعني تأثيره هيبقى قليل، يعني زيادة الكالسيوم في الدم هتبقى قليلة، يعني الكالسيوم مش هيزيد في الدم، مش هيزيد في الدم. يبقى تروح للكالسيوم ان بلاد وتختار برضو اقل رقم اللي هو سي. باراثورمون ممكن يستخدم كعلاج لانهي عينة؟ الباراثورمون بيزود الكالسيوم، يبقى اكيد هنستخدمه لعلاج واحد عنده كالسيوم عالي ولا كالسيوم قليل؟ كالسيوم قليل. اقل كالسيوم برضو هو 7 اللي هو لتر سي. هنا اهوت جايب لحضرتك جلوكوز وبعدين افطر اميل، يعني بعد ما اكلت وجبه. وانا اكيد بعد ما اكلت السكر هيعلى. طب الانسولين هيبدا يطلع امتى؟ يطلع لما السكر يبقى عالي ات بوينت بي عشان يقلل السكر تاني. طب انا اكلت امتى؟ اكلت ات بوينت ايه عشان السكر عالي. طيب البيتا سيل، ما هو البيتا سيل ديت هي اللي بتطلع الانسولين. فبدل ما يسالك الانسولين طلع امتى ممكن يقولك البيتا سيل اشتغلت امتى، تقول له اشتغلت عند بوينت بي اللي هي الساعه واحدة. هنا هو سؤال رقم 3 بيقول لحضرتك which letter represent a thyroxine hormone. تعالى كده نشوف مع بعض. في جلاند نشطت، جلاند طلعت حاجة راحت لكل خلايا الجسم. طب نفكر مع بعض، الغدة الأساسية والجلاند الأساسية، ودي تكتبها تفهمها لحضرتك. الأساسية على طول البيتيوتري جلاند، فدي بيتيوتري جلاند طلعت جيم اللي هو التي اس اتش، والتي اس اتش دوت راح منشط الثايرويد، قامت الثايرويد طلعت دال اللي هو ثايروكسين، فالثايروكسين دوت حرق الاكل اللي في كل خلايا الجسم فانتج طاقه. يبقى لو بيسال على الثايروكسين فهو دال، لو بيسال على التي اس اتش اللي هو جيم، جيم ده هو اللي هو طالع من البيتيوتري جلاند عشان ينشط الثايرويد جلاند. طيب هنا اهوت برضو سؤال على السكر، جايب لحضرتك انهي هرمون هيظبط السكر من بوينت A لB. هدي بوينت A اللي هي ألف، ودي بوينت B اللي هي ب. السكر هنا بيقل، يبقى في حد قلل السكر. مين اللي بيقلل السكر؟ الانسولين. طب من B لC، تعالى كده نشوف من B لC اللي هي من ب لجيم، اهي من ب لجيم السكر حصل له ايه؟ عالي شويه. مين اللي بيعلي السكر؟ سنه صغننه الجلوكاجون. مستر ليه مختارش ادرينالين؟ الادرينالين بيرفع السكر قوي اكتر من الطبيعي. الخلايا اللي بتظبط سكر من A لB، احنا قلنا خلاص من A لB السكر بيقل يبقى الانسولين. طب انهي خلايا بتطلع انسولين؟ البيتا سيل، هتلاقي في البنكرياس. طب اللي بتظبط سكر من B لC يعني بترفعه شويه، الالفا اللي بتطلع جلوكاجون. حلقه سريعه فيها بعض الاسئله، حاولنا نظبط شويه جرافات كده مع بعض، وباذن الله تعالى كل يوم هنزل لنا حلقه صغيره زي دي كده اهوت. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.